الأمر كلنا على عما حدث للشباب، أنت سايب الشباب ده سنين طويلة 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 ما حدش اهتم بيه، بيني وبينك ما حدش اهتم بيه. بصراحة 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 وسبت فريسة. بس احنا سيبنا، احنا رحنا صرنا على اشخاص ونسينا الفيروس اللي هم كانوا بيصنعوه هم مع مليونيرات. طيب احنا سايبينهم. ما هو الفيروس ده لما زرع، ده زرع من سنين طويله، ما زرعش امبارح ولا اول امبارح. انت الضرب فيك وبدات الحرب على مصر الحقيقيه بعد ده، بعد 73 بدات فعلا حرب. وفي مجموعه ياسرين هم اللي ماسكين وزاره الثقافه. انتوا طب انتوا السبب في اللي حصل لمصر. ما اقدرش اقول ان انا اقدر اقول بقى. انا مش، لا يا فندم، مع احترامي، الناس دي بتتكلم عن ان البلد تبقى حاجه وجامده، هم دول اللي ماسكين وزاره الثقافه، وهم دول اللي بيقولوا حريه الابداع، وهم دول سبب فساد مصر. يبقى انا اذا انا بكلم حضرتك بصراحه، انا مش عايز اجامل، انا هقول للشعب الحقيقه. وزاره الثقافه اللي بيتكلموا المبدعين دول هم اللي بثوا العادات والتقاليد في الشعب المصري اللي هم دلوقتي بيقولوا ما عندوش اخلاق. هو ما اقدرش اقول كده، انا هقول لك يتقال ازاي. قولها. انتوا لما اتعمل اعمال يا جماعه ضد العادات والتقاليد قلت حريه الابداع، رغم انك انت شايف ده بيكسر العادات والتقاليد وبيدمر المجتمع المصري. انا حاسبه على ده، انا حاسبه على ده. غمضت عينك على ده اللي تحت حريه الابداع؟ وهل انت غمضت عينك سكوت كده ولا كان ورا ده حاجه؟ ده اللي اقدر اقوله عشان لما اخش احاسب الناس احاسبها صح. انت النهارده لو بتتكلم على حاجات فين الفيل، فين في الشغل اللي اتعمل ده كله؟ ما هو بيقوي الانتماء. فين اللي هو الحاجه اللي بتعمل الوطنيه المصريه؟ يا اخي انا اسف ان انا هتكلم على نفسي نص ثانيه، ربما اكون الكاتب الوحيد اللي في ال 20 سنه الاخرانيه الذي كان يكتب عن القوات المسلحه وعن البطولات، بحاول احبب الولاد في البطوله، في ازاي انك انت البطوله، عايز اقول له انك انت من صلب رجاله وان اهاليك، محدش كتب ده الحاجه. انا الوحيد اللي قعدت احارب عشان نعمل فيلم كويس عن حرب، مش فكره الحرب، مش عشان نمجد اللي استشهدوا ولا نمجد الابطال بتاع اكتوبر، ده انا عشان اللي جاي، عشان الاف الاجيال. يا فندم مفيش فيلم اسمه 73. ما هو انا عايز فيلم ينتج اسمه 73. ما هم بقى فين بقى بتوع، لكن الرصاصه لا تزال في جيبي. يعني ايه؟ ما هو ده انا الكلام ده انا قلت هذا الكلام بقى قلته. يعني يا فندم يعني ايه الرصاصه اللي تزال خلاص في جيبي؟ انا مش عارف، ما تفتحنيش في ده لحسن انا مبقوع. فانا اللي انا عايز اقوله يا عمرو هنا